Good morning. Uh, بدنا نكفي اليوم بال explication of fraction of chapter two fractions. Uh, uh, ما نشرح اليوم uh, uh, فكرة the addition of uh, fraction page fifty three. Uh, هنشرح the addition and subtraction. أول خطوة ما to add two or more fractions you have to first step reduce them to the same denominator. يعني بكون في عنا uh,

تOTAL. من بعد ما نعمل reduction to the same denominator نجي ال numerator اللي قلنا منعمله add ومنحط تحت ال addition اللي عم نعمله denom ال common denominator لل, uh, لل fractions. Uh, third uh, step Simplify the fraction obtained if possible. من بعد ما منجيب الساملهات طول ال fraction أو three fraction أو uh, many fractions أه نرى هذا هيدا الآنسر إذا بنقدر نعمل له سامبليفيكيشن هي فكرة من الـ equivalent بنستعمل فيها division، بنروح بنشوف common divisor بين النميراتور وبين و denominator وبنعمل علىها لحتى نصغر نعمل نحصل على fraction with small numerator and denominator أو small component. بال بيج uh, 54 عندنا اكزامبل اكزامبل عن الاديشن عندي 1 اوفر 6 بلس 2 اوفر 7 بلس 3 اوفر 4 مثل ما شايفين اول شيء عندنا ديفرنت دينومينيتور يعني فيرست ستيب وي ريديوس فراكشن تو ذا سيم دينومينيتور مثل ما تعلمنا بالريدكشن تو ذا سيم دينومينيتور بناخذ اول فراكشن هي 1 اوفر 6 بنضرب بنعمل مالتيبيكيشن للكومبوننت اوف ذيس فراكشن باي ذا uh, uh, denominator اوف ذا اذر فراكشنز يعني 1 اوفر 6 بدي اضربها بالديرمينيتور تاع ثاني فراكشن اللي هو 7 وبدي اضربها بال4 اللي هو denominator اوف ذا ثيرد فراكشن بحط ال1 اوفر 6 بضرب الكومبوننت اللي لها يعني النيميريتور والديرمينيتور ب7 وب4 بلس second فراكشن 2 اوفر 7 بدي اضربها بالديرمينيتور اوف 1 اوفر 6 يعني ب6 بالديرمينيتور اوف 3 اوفر 4 يعني ب4 الكومبوننت اللي لها

نرجع منجيب الانسر للملتبليكيشن بيطلع عندي اول فراكشن بتصير 28 over 168 بلس سكند فراكشن 48 over 168 بلس ثيرد فراكشن 126 over 168 uh, هيك بنكون عملنا كمان دينومينيتر reducing تو ذا سيم denominator مثل ما شايفين اللي هو 168 هلا بنحط السيم دينومينيتر تحت ال الديمنينيتور تحت النيمريتور اللي هو ال168 بنحطه وبنعمل اديشن يعني 28 بلس 48 بلس 126 equal بنعمل لهم اديشن بيطلع 202 اوفر 168 هاي الفراكشن بدي اشوف اذا في كومن ديفايزر بين النيميريتور والديرمينيتور مثل ما شايفين ال الوانس ال هون هو 2 هون الوانس هو 8 ال الوانس 2 يعني ذس فراكشن ديفيزبل باي 2 وهون ال الوانس 8 يعني ذس فراكشن ديفيزبل باي 2 We can simplify this fraction by division by 2 the numerator and the denominator. we obtain uh, 101 over 84 this uh, fraction uh, after the simplify simplification يعني هون بهذا الشكل نحن بنعمل addition of the fraction بالنسبه لل subtraction او uh, subtraction of fraction عندنا uh, same uh, common state between the addition and the uh, subtraction اللي هي reduce them to the same denominator to subtract two fraction one Uh, from the other you have to one first step reduce them to the same denominator أوقات بكون في عندهم same denominator ما في داعي أعمل هاي الخطوة دغري بعمل subtraction أو addition للnumerator uh, بينما إذا ما كان عندهم common denominator same denominator بنعمل reduce them to the same denominator second step <applause>

عندنا اكزامبل 1 over 4 minus 1 over 6, مثل ما شايفين هون عندنا ديفرانت ديناميتور، آآ first step we reduce the two fractions to the same denominator، ال 1 over 4 and we multiply its component by the uh, denominator of the other fraction اللي هو 6. يعني yani 1 over 4 we uh, multiply 1 by 6 and 4 by 6 minus. الثانية فاكشن هي 1 over 6. we multiply its component by the denominator of the other fraction who is 4 1 times 4 over 6 times 4 الفراكشن اول شيء ما نشوف شو بده يصير عندنا الفراكشن بيناتهم نحن حاطين سبتراكشن بتضلها موجوده subtraction أول فراكشن صارت 6 over 24 minus uh, second fraction 4 over 24 الانسر لهي الفراكشن صار 4 over 24 هلا صار في عندهم same denominator equal بحط ال same denominator وبعمل subtraction لل يعني 6 minus 4 الانسر بيطلع عندي 2 over 24 هلا هاي 2 with 24 بنقدر uh, نقدر نعمل لهم simplification او لا وصلنا لثيرد ستيب كيف 2 uh, divided by 2 24 عندها 1 4 يعني divided by 2 لقينا كمان divisor بين 2 24 هو 2 بقدر اعمل division numerator by 2 and the denominator by 2 له division by 2 2 divided by 2 equal to 1 24 divided by 2 equal to 12 هيك بنكون اشتغلنا subtraction على باستخدام 3 steps الموجودين عندنا